السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. كنتي بخير هانين زيانين؟ في الإقبال الجماهيري لا مازال ما كاين لا جماهيري لا والو، مازال ما وصلناش النيفو ديال دوك خوتنا ديال والو، دونك ما كاين لا جماهيري لا والو. في الانتيري ولا لي كيستيون اللي خلات الفيديو الاخر اللي درنا، هذيك الدردشه اللي درنا على لابورس، قلت ندير واحد اخر نجاوب فيه على كيستيون وحده. بغيت نبدا في البورصه شنو خصني ندير؟ دونك لا كيستيون تعاودات بزاف المره وحاولنا نعطيوها لا ريبونس بزاف الفيديوهات بزاف المسائل وعطيناهم في الجروب في التليجرام اي تو، مي بورتون لا كيستيون مازال كتعاود. بغيت نبدا البورصه، بغيت نبدا نستثمر في البورصه، هذا هو السؤال اللي كيجي. بغيت نبدا ندير هذا الشيء ديال البورصه اللي خلاوها شي وحدين، منين نبدا؟ الريبونس راه ساهله وصعيبه، خصك تعرف راسك انت شنو باغي. فمثلا اللي تيسولني و تيقول لي انا بغيت نبدا ب 500 درهم و البورصه ديالنا ماشي هي فوركس، انا ماشي تبقى تلعب 50 مره تدخل في النهار وخاص تقدر تربح 50 مره في النهار الا كنتي كابابل تكنيكمون. لا سي با بوسيبل، واخا تبغي واخا يكون عندك حتى 100 مليون ما تقدرش ديرها في النهار، هذاك الا كانت كابيتال صح. دونك نقول ورانا حاولت نطريطي هذا السؤال، ولكن نتفوكاليزاو على بغيت نبدا شنو ندير. اول حاجه خاصك تفهم هما الميكانيزمات البساط ديال البورصه، شنو هي البورصه ديال كازا اول حاجه. ثاني حاجه هي واحد البلاصه كنبيعو ونشريو فيها لي زاكسيون، شنو هما لي زاكسيون؟ واحد لي بار ديال الشركات، شنو هما الشركات؟ هما الشركات اللي داخلين في البورصه، ماشي كاع الشركات المغربيه، هما واحد ليست ديال واحد الشركات كاينين في البورصه. باش تعرف هاد الشركات دخل للسيت ديال البورصه ديال المغرب غتلقى فيه هادوك الشركات هادو. مزيان، دابا باش تنس هاد الشركات هادو بغيت شي شركه على قد الحال، دابا ما كاينش شي حاجه سميتها على قد الحال ولا ما على قد الحال، راه ماشي غادي تشريها انت كانت كتسناك غير انت وغادي دير باقا طير السما، لا ما عندها علاقه بالسعر ديالها. الاستثمار غادي تحطو فلوس اللي غتحطهم خصهم يرياليزيو لك واحد البورسونتاج د الربح. داك البورسونتاج مثلا غدير واحد، نمشيو الناس اللي مزيانين دابا عندنا في لابلاص كاين واحد 25% 20 حتى 25 حتى 30% ماكسيموم، فاهم مزيان افيك مباصوري الناس اللي تبارك الله قادين يا جيروس. فوق هادشي كاين الزهر ولا كذوب، حدا من جوج ما كاينش بزاف الزهر ولا كذوب. لوجيك باش تقديرها كل عام ميم 25 صعيبه، ديرها كل عام مستحيل، لان لي ميور شي كون كنا قادين نديرو هاد القضيه هذا كون ريكريتاتني انا مثلا وافا بورس ولا داك التجاري ولا بيب البنك الشعبي نجري لهم البورتفوي ديالهم. الا كنت قادر نخرج 20-25% في كل عام كالكسوا العام، ما كايناش هاد القضيه، هما عارفينها. هما العام مخير كيديرو 15% ولا 16، والعام كفاس يدير لك موان 4 موان 5 ما كاينش مشكل، وملي كتجمع عليهم كلشي على واحد 5 سنين كتلقى مخرج واحد 10% في العام، وهذه هي اللوجيك. واحد عادي يقدر يدير 10% في العام ديالو ترونكيل ويبقى يديرها اون موان. ماتنو باش توصل لذاك النيفو الاخر 25% على 500 درهم راها 125 درهم غتخدم وتخلص على اون بلوس بزاف د الحوايج، بوكو بلوس كو سا. يعني الا عندك 500 درهم باش تبدا ولا عندك 1000 درهم باش تبدا وما باغيش تزيد في ذاك العام الاول، راه ما كاينلاش تبدا في البورصه، مي ما تبقاش تصدى راسك. سي با بوغ هذاك الكابيتال، ماشي بالنسبه ماشي لا لك انت، مي لهذاك الكابيتال غتبقى تخلص في لي فري وغادي تبحث. يعني ضرب تماره لي نفس الواحد كيضرب على بزاف الفلوس كيخرج وانت لا، غديروا نفس اللي دار هو يخرج فلوس وانت تزيد تخسر. علاش؟ باسكو اومون كتخلص لي فري ديال لابونمون مونسويال ديالك ديال وفا بلوس مثلا. ايماجين تتخلص واحد القدر، هذاك القدر يقدر ياكل لك داك الكابيتال ديالك فواحد العام ونص عامين، ما يخليكش حتى تربح، فهمتيني؟ دونك اول حاجه خاصو يكون عندك واحد الفكره على هاد المعلومات دو باز، هاد شحال خصك فلوس، شحال عندك، شحال باغي توصل، شنو هما لي زاكسيون اللي كاينين، شحال كنربحو. هادي خصنا تكون عارف غادي نربحو 10-15% الا كنا مزيانين في العام. فوق هاد الرقم هذا ينكدو ولا الزهر ولا بنادم اكسبير، وهداك بنادم اكسبير ما كيجيش يولي اكسبير في غدا، بديتي اليوم تصبح اكسبير لا، ما كايناش،
حتى ما عرفاش مرة وقعت في العالم وعمرها توقع. ماشي كنحقر منك ولا من اي واحد اخر، سي لو سيستيم اللي كوم سا. واش الطبيب تيولي طبيب في نهار كيجي مع السلام عليكم كيدخل لافاك دو ميديسين غدا تيبدا يفتح، راه ما كيديرهاش. راه كيخصك الوقت باش تعلم، وهادشي كيخصو الوقت باش دير. هاد المارشي ديالنا شبع مقوال، يعني الا بديتي فيه راه كيخصك الوقت باش توصل، باش تشبه بدوك المفاهيم، وداك الوقت تقدر تخسر فيه بزاف الفلوس اللي مفروغ منها، عاد توصل تولي تربح. فما انت الا كان هادشي هذا تيتناسب مع الفكره اللي عندك، انك باغي دير شي حاجه مزيانه، باغي تبدا، انا كنصح زعما مينيموم 4000 درهم في الاول، باش ما تبقاش تفكر في هذاك لابونمون سير وشحال كياكل لك، وتكون عندك واحد مدخول شهري كتزيدو كل شهر. ديك الساعه باش تزيد 500-700 درهم في الشهر ماشي مشكل، ماشي مشكل عادي. وديك الساعه تكون غادي معايا لون تيرم، تمشي تبقى غادي بهذا السيستم هذا، تغادي داك الكابيتال ديالك يولي كبير مع الوقت. اون بليس ديال الارباح اللي كدير على الارباح اللي كدير على الارباح، كيبدا داك الفي ديال الكومبوندينغ اللي هو الربح على الربح كيزيد. ها سي ان بو سا. الا كان هادشي الهضره هادي تتوافق مع داكشي اللي عندك في راسك، فاوكي زيد كمل معايا الفيديو. الا كان هادشي تيبان لك رانا كنخربق ولا كنهرطق ولا هادشي ما كيتناسبش مع لي زوبجيكتيف ديالك، فاحبس هنا، ما كايناش تسيك القدام، فهمتي؟ ما كايناش باسكو سي با بوغ توا، ماشي بوغ توا، ماشي بالنسبة لي زوبجيكتيف اللي حطيتي في راسك في الاول. لان بزاف الناس تيبيعوا الاوهام عباد الله، وبزاف الناس كيشوفوا شي اوهام كيتباعوا في امريكان وفرنسا وبغي ابليكي من بورصة المغرب، ما عندها علاقة، ما كاينش لا علاقة بيناتهم. حنا عندنا واحد الكاركتيريستيك مثلا في البورصة ديال كازا، دابا ما تقدرش لاكسيون تطلع اكثر من زائد 4% في النهار، يعني كندير 100 درهم داك النهار كتلعب ما بين 96 و 104، ما عمرها تفوت في داك النهار. الغد اللي عاوتاني ما بين 104، الا مثلا مشات دارت 104 عاوتاني بلوز او موان 4%. اوغ كو في البورصة العالمية داك النهار تقدر دير بلوز 300%، ما كاينش اشكال، ما عندهمش مشكل. تما تا الزهر تا لعب كيلعب نيت، هنا لا راه تا الزهر لعب كيلعب لك ب 4%. ما عمرني شتا كتقنطا ولا ديك 4% زعما، ابار في الكوفيد اولا ملي كتكون لا مانيبيلاسيون، واحد كيجي يجري جوج ديال لي زاكسيون في النهار في نفس السين، صافي كيساهم بالماكس، بدا تخول كيبيع بلاصه من جهه اخرى باش الاكسيون تتقطع، حتى تحب تطلع شي ما طالع بوالو، طالع 10 درهم في النهار. ما هو ما اكسيون ما حتى حاجه هادي باش راه كنت فهمنا هادشي مزيان. انت دابا واحد الانسان اللي بان لك ان tu veux aller au cours de noir ni غادي تبدا ni غادي تبدا كيما عرفتي لي زاكسيون داكشي، غادي تبدا بالتريدينغ سور بابي، وغتبدا بلا فورماسيون، غتفورمي راسك براسك. غنقول لك شنو عندي فورماسيون ديالي، غنقول فورمي راسك براسك، سي بوسيبل، سي تري بوسيبل. تاخد شويه الوقت، تقدر تخسر الفلوس في الاول، ولكن الا كنتي ديسيبليني راه غتعلم. كيف انا تعلمت هذا ماشي الدومين ديالي، انا تعلمته ما خلصتش فلوس، بون خلصت كتوبة شريتهم، ولكن خلصت بيخت دي بيخت، خسرت فلوس، خسرت فلوس نيتي ماشي الضحك، خسرت. وعاد مع الوقت بديت كنربح افكتيف مو عوض وكلشي، ولكن تي اختار الوقت. دابا شنو عندك انت، واش عندك لا ديسيبلين تصبر؟ دونك دوزيام كيسيون، واش تو اون بيرسون اللي عندها لا ديسيبلين؟ لان شوف باش تولي غني في هذا العالم على قدو، الا ما كانش عندك واحد لا ديسيبلين اللي غدوز لك من 100 ولا من 1000 درهم من 10000 درهم، راه ما تكونش عندك لا ديسيبلين اللي دوزك من مليون درهم ل 10 مليون درهم. الا ما قدرتيش الصغيره ديرها ما ديرش الكبيره. هادشي علاش الغنى الي كونساكري ولا كيبقى الناس اللي كيسون لي بلو ديسيبليني هما اللي كيوصلوا للفلوس. كنهضرش على شي حوايج اخرى ما شغلش، الناس اللي تيخدموا، دوك الناس اللي تيخدموا الا كانت عندهم لا ديسيبلين تيوصلوا. دونك خصك تفورمي راسك. فاش خصك تفورمي راسك؟ في جوج الحوايج، لاناليز تكنيك، لان انت يلاه داخل راه صعيب عليك تجيب المعلومات ديال السوق الحقيقي اللي من الداخل وتعرف الناس ويجيبوك اخبارات وداكشي، صعيب عليك داكشي ديال شي صعيب عليك، انت ممزي انت ضعيف، مي صعيب عليك لانه داكشي كونساكري الناس اللي عندهم الملايين كيخسروا عليه الفلوس، المانتيان دي جون بلا فلوس، عندهم حاطين 100 مليون ديال الدراهم، حاطين 1 مليار دو سنتيم باش يطريدي، خصو كتجي المعلومه، كل ما كبرتي الفلوس تجي عندك المعلومه تاع بين يدك، كل ما كبرتي الناس تعرفوك كان عندك الريزو كبير غتجي المعلومه تاع بين يدك، وديك الساعه تقدر تستغلها مزيان. هذه السيله انت مازال ما وصلتيش لهذا النيفو هذا، فهمتيني؟ دونك خصك تخدم على شي حاجه اللي كتقرا المعلومه وسط
وسط الردم هي الاناليز تكنيك. داكشي علاش الاناليز تكنيك مهمه، اللي يجي يقول لك انا فوندامونتال واحد 10000 درهم في الكونت هكا تركب اوبن كريك يعني ما كاين والو. ميتي فوندامونتال خصك تكون باك فلوس، باك في كونتاكت، باك في ta capacité de lire le marché de façon les informations qui dérivent le marché, ce que tu as compris, je me suis goulou, je me vois pas, je finirai des secteurs, mais si à fond beaucoup mais j'aime le travail d'ali get lié à n'importe où est si travail d'ali mais donc خصك تقرا الاناليز تكنيك وتبراتيكي تشد لي غراف وتبدا اليوم غدا بعدو اليوم غدا بعدو اليوم غدا بعدو اليوم غدا بعدو ودير الباب تريدينغ سور بابي. بدا تقول انا شريت هذا شحال لي كوميسيون غنخلص، شحال هذا شحال طلعت عليا، وتحط راسك في لي كونديسيون غير داك الفلوس اللي غادي انت ناوي تحطهم ملي ديرهم في داك الكونت فيرتوال، وتصبر دير وتربح حتى تولي هونطابل في هذاك البورتفوي فيرتوال، عاد تنقز تمشي تكري الكونت. انا تمشي تكري الكونت مع السلام عليكم، انت ما عارف تبدا من الليف الا ما كانش معك شي واحد باكيك، شي واحد باكيك ملي توقف في جنبك هكذا دير هادي شري هادي 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 شوف هادي اش بان لك هادي سي تري ديفيسيل مون امي تجيبها من الاول. هاديك التجربه ديالتي راه جيت على عنكرتي بحدي وكدا وهادشي راه قريت شي بركه جيت هكا ما زقلتهمش، طحت في هذوك الخايبين مباشرة، نقول لهم سميات انا عيقت انا يعني. دونك باش تزقل باش تحيد عليك هذا خاصك تطول في البوكيت شي هاد لافير هادي اللي كنقول لك راه سا بخون غير واحد 6 شهور حتى للعام وانت في لابريباراسيون ديك الساعة تقدر تدخل. ملي لقيتي راسك هذا وجد راسك واخا تدخل مورا هذيك غتدخل بالخسارات عاوتاني، غير هما خسارات جايين من واحد الحاجه، انا ملي كتجري فلوسك الحقيقيين ماشي ملي كتجريهم في الوراق، ملي كتجريهم في الوراق انت تو بيرمي دي شوز دوز الفلوس الحقيقيين وتفرج في الحقيقه. داكشي علاش كنقول لك تريدي في البابي بالفلوس اللي عندك، ماشي انت راس مالك 10000 درهم وتمشي دير لي كونت فيرتوال فيه 200 مليون درهم، واش كدير اصاحبي؟ واش انت 200 مليون درهم شري كاع لي زاكسيون قاد راسي انت ما تبقى متبعويها واللي بان لك خيبه حيدها وشري في الاخرى وانت تبقى مع شويه الوقت غادي تغرب لهم ويولوا مزيانين، غيبقى لك عين مزيانين ياك. فكاين شي ما عندكش انت دير ما عندك ديمين ديالهم، خصك تطالب على الديمين ديالهم باش تخرج منها شي حاجه. الزربه هي اكبر عدو ديال التريدر، الا كنتي باغي تريدي خصك تمشي بشويه خطوه خطوه حبه حبه. اللي زرب كيتعطل واللي كيتعطل في لابوسيون حنا مثلا تيوقف كيهز الخساره كيبقى غادي بالخساره ديالو، غادي دون لي ميور دي كا كيوقف دون بير دي كا تيهز الخساره وتم غادي، حتى كيقول لك هادشي ما منوش كامل وكيخرج وكيحبس من هادشي كامل ايوغ كيضيع على راسو واحد الفرصه ديال واحد الاستثمار لي بلوز او موا ساهل، سورتو ساهل من ناحيه الوقت اللي كيحتاج باش تامبليمونتي، لان باش تقرا باش تشري كليك، باش تبيع كليك، ماشي بحال ملي كتمشي ليموبيلي باش تشري ما هي وما لونها باش تبيع ما هي وما لونها. شفتي الفلاحة عاوتاني ماشي ساهل، تسنى الشتا شهر الصقا خاصك الخدامة، شفتي البيزنس دو فونت اونكور بوكو بلوس ديفيسيل. دونك التريدينغ ساهل اللي ادابتي الناس اللي بحالي وبحال خدامين عندهم خدمة خدمة رسمية كيتخلصو مزيان عادي تخونكيل وباغيين يدوزو لخطوة أخرى، فهادو ديور لهم بحال هادشي اللي طقيني. ولكن مع الوقت كانش عندك الصبر داك هنا وكينطب داك الفار المقلق من سعد المش، هذا الفار المقلق كيهز فلوس وكيعطيهم ليا انا وكيعطيهم لواحد اخر، لان فلوس كنا خسرتي ما عرفتش واحد قدامهم لك انا واحد اخر موجودين الدراري اللي كيربحوا تبارك الله، فهذاك لافير غيشريو من عندك ملي انت كتحب غيشريو من عندك التحمي كتحب صافي راه حماضة ويبيعوها لك الفوق، ملي تحب راه صافي راه نشطات الدعوة غادي تبدا تزيد القدام تيبيعوها لك. On a toujours fait ça. C'est la méthode de trading simple. Ou un mec qui les supports ou tu bien les résistances. Ouais, il y a là d'abord des legs. Ou quand tu voulais les, on a dit ça se fait mieux faire le marin. Et pourtant, mais elle a pas dit à mais elle qu'est-ce qu'elle. Ou tu as pas de masque de dire. Mais tu as quand même un signe.
راه كيتخوني دي زومان، يقول لك شي واحد انا راه بارفي وما تنزقلهاش وما عنديش الخسارات ما عنديش هذا، ودابا وصلت لان سيستم بارفي ومون سيستم الي انفايب. سي دو مونسونج، حق الله العلي العظيم الى عندك راه ما كاينش شي تريدر في العالم تيقول لك مون سيستم الي بارفي. بون ابار الكذاب كاع دوك الناس المحترمين هذا كيقول لك لو سيستم ني با بارفي، ان اكزيست با دو سيستم بارفي. اون اسي دو لير لو مارشي، كنحاولوا نقراو السوق وكنديروا الجهد ديالنا باش نوصلوا نجمعوا المعلومات الماكسيموم باش ناخذوا واحد القرار صائب، ولكن هذاك القرار يقدر يكون صائب كما يقدر يكون خاطئ، وداك الشيء تيبقى على لا رياكسيون ديال المارشي فشاك انستون. في كل ثانيه راه ردت الفعل ديال السوق انت ما تتعرفهاش، انت كتشوف كتقرا شي حوايج في الجراف كيقولوا لك راه تقدر تكون رده بهذه الطريقه، فوار واش غادي تكون ولا ما تكونش. اذا داك الشيء ديال الربح 100% ما كاينش، كاين الخساره كم كاين الربح. مثلا لا بريباراسيون سا برون دي طون، بغيتي هاد البيبر تريدينغ باش تعرف كيفاش دير ليه، عندك جوج الحوايج، ياك فيشي اكسل تخدم به ولا غير كارني تخدم به بحال هكا بيديك، كاين هو فابوس كتقي ما هاد لادريس ايميل ديالك، تدخل لادريس ايميل دايرين كونت فيرتويال كيعطيوك دي بوسيبيليتي انك، ولكن اللي قلتي انا ما كيفكرش هو هاي كي اونغوجيستري، قلتي لي شريت يكتب لك شريتي، قلتي لي بعت نقول لك بعت، كيقول لك قول لي شحال لي كوميسيون اللي عندك، قول لي شحال البري دونتري، وقول لي شحال بعتي. دونك كتعمر لي هادشي هو تيحط لك فواحد الطابلو، بلاص ما تكتب في طابلو اكسل كيحسب لك هو تو سامبل، فهمنا. وهذه جو بونس طريقه مزيانه الناس اللي يلاه يبداو يبداو بها. دونك كاين نيفو اخر اللي بغاو يدخلوا في دي فورماسيون بي، بحق الانسان انه بغى يريدو يزيد هذاك ديك لو طون لا باي اي اسوري شي حد اللي يكون جنبو ولا شي لاشين. هنا شنو كتبروبوزي؟ ماشي كنبروبوزيك في لاشين كاينين دي زاناليز واجدين، وهادو سي بوكو بور الناس اللي كيتريديو اللي داخلين اللي كيقدروا يتجاوب معاك اللي تفهم هذاك المعنى ديال داكشي اللي كتقولو. ما انا ما كنتيش تتفهم راه يعني نسمعك كنكتب عليك لان انت ما فاهمنيش، وانا كنقول لك شري وانا ما نقولش لك شري، انت نقرا واحد لي زانديكاسيون انت خاصك تشوفو، بان لك توي داكور افيك موا تو فونس، بان لك ماشي داكور تو في لانفيرس او لا تو في غيان، فهمتيني. هادشي هادو هما كاين اون بروميير ايبوش ديال واحد فورماسيون غراتويت اللي كاينه في اليوتيوب عندي في لاشين، تقدر تتبعها مثلا وتعطيك البدايات. اون كاين لا سيري ديال لي جينيراليتي اللي ضمنهم هاد الفيديو هذا اللي كتعطيك هادوك المعلومات اللي قلت لك، المعلومات اللي من هنا ومن هنا تفهم شويه شنا هي البورصه، شنا هي شنو هما الانواع ديال لي زوردر، شنو هو اوردر، شنو هذا. فانا كنظن ان هادشي مزيان الانسان يعرفو ومزيان الانسان يديرو في راسو، لان الطوطه خصك توصل ليه. من تو كاين بزاف اخرين في حوايج اخرين اللي ما تهضرش عليهم في هذا، لان جي استيم انه ما عندي لاش ماشي هكاك. بون جي ديفلوبي واحد لافورماسيون اكوتي اللي كنبيعها فيها ان بليس بارابور داكشي اللي سي كلير. الميساج ديالها هو ان بارك من اطباطوني دوز نيفو اخر رابيدمون، يعني هذا ولا بروف ان الناس يبداو مباشره ولاو تيفهموا مزيان الحمد لله. دونك هذا من جهه، ف انديبوندامون دو سا سي لو ترافاي تو بو اتاندر خويا النيفو ديالي تو بو اتاندر غراتويتمون سانسيرمون تو بو اتاندر. تاخذ لك عامين ثلاث سنين، انا خدات لي من 2017 2018 حتى 2019 تقريبا، وليت شويه صعبة من 2017 2019 وانا في الردم. بون 2019 زيرو بلوس شي حاجه خفيفه، 2020 تما كان لو ديكليك عندي، تما فين ديكوريت صدقات مزيان عام ديال التكفاس اي بورتون تي سور غانيو تو ريكوبير كاع الخساره اللي كانت عندك ذاك العام وتخرج رابح ماشي ساهله وتكمل افيك ان تراك ريكورد. دابا لوبجيكتيف ديالي هو التراك ريكورد ديالي يبقى غادي كيتزاد قدام، يعني نكمل هذاك العام اللي فات مثلا 25 23%، هاد العام لوبجيكتيف ديالي هو 25%، والعام الجاي عاوتاني 25%، وانا غادي وانا غادي وانا غادي حتى راه هادشي انا تنبارطاجي في لابورماسيون تنشوف تيشوفوا معايا ليفوليسيون ايبدومادير ديالي، شنو هما لي بوزيسيون اللي خديت، فين دخلت فين خرجت اي تو. دونك سا سي ماشي نقدر نجي في الاخر نقول لك درت 55%، با 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 وي سي بوسيبل، كلشي بوسيبل تبارك الله. كاين انجليزي كاين لعنا وكاين الاساتذه ديالنا اللي كاين حتى هما سميتو في لي ريزو سوسيو، كاين اساتذه من الاخر زعما
تبارك الله اكسبيريونس ديال 20 عام في الدومين، ما غاديش نجي نتقاد انا ويا اللي عندي 4 سنين ولا شي حاجه. دونك اش غادي نقول، سي بوسيبل توصل نيفو مزيان بهادشي، سا باس با تعلم الاناليز تكنيك في الاول، ساعدك ديك الهرطقه ديال انفستينغ فاليو. وارن بافيت، شحال كاين وارن بافيت في العالم؟ واحد ديسيبل ديال بنجامان فرانك، بنجامان ما عرفتش اسمو فرانك ولا شي حاجه، جوج اللي داروا هذاك لا تيوري، التلاميذ ديالهم راه قلال في العالم وكيديروها او نيفو كي فري موبيليزيو دي مونطون كبار باش يديروا ليتود ديال اكسيون وحده. انت لاكسيون ديالنا كطير حتى كتعيا كتجيب لك 5% 10%، فهمتي؟ اش غاتموبيليزي لو ما تموبيليزي يعني. كاين واحد الكيستيون عندي، واش القرايه ديالي، واش النيفو ديالتي الدراسي غادي يسمح ليا انني نزيد القدام ولا لا؟ جفي تيغ اون شوز اخويا، ما جاتش بالقرايه باش نتفاهم معاك، والله ما جاتش بالقرايه، كان كوسون النيفو ديالك تقدر توصل، جات بالديسيبلين بالمثابره، اللي باغي يخدم تيوصل، اللي ما باغيش يخدم ما تيوصلش. الله يجعل يكون عنده دكتوراه في العلم النووي ديال الدمياطي، وانا ما يزبطش راه، ولا بروف كاينه ماشي، ما فيش غير زنجانيه في ملحد. و جو لو ريبيتي لا درت السيمانه اللي فاتت، درت عليها السيمانه اللي فاتت، الناس اللي بارطاجو معايا البورتفوي ديالهم شابو با ليهم، شابو با. سي تيقول لك انا ما عندي ما قرايه ديال العلاقه بالحال، ولكن داكشي اللي اختار الى شوازي فاسون دو تريدينغ ساهله لون تيرم، شري وخلي. عندو شي بركه كيجي كيلوح مره فين ما جات شي بركه كيلوح، ياخذ واحد لاكسيون كتبان لي ديك الساعه مزيانه ويخليها، سير شوف شنو داير. يعطي الصحه احسن من انا مي كونو باغ اكزومبل، قلت لك لي زيكزومبل لي زانجينيور هما اكفس واحد يقدر يدير الاستثمار، باسكو ديك لا نوسيون ديال الريسك عندنا طالعه بزاف، عندك كنبقاو نشوفو الريسك ديما في كلشي. دونك حنا اقل واحد نقدر ننجح هاد الميتي هذا. اي بوطون باغ اكزومبل موا جو سوي راك جو كوني بوكو دانجينيور لي دخلو دابا العالم، ولكن ماشي حنا دي زانجينيور، راه حنا عندنا واحد المثابره، شي وحدين عندهم شويه باغيين يدخلوا الدومين، باغيين يبدلوا الحياه ديالهم. راه كون كانت الحياه ديالنا اخرى مزيانه كاع ما كنا نجيو الدومين باش نتفاهموا، كون كانت الحياه الاخرى اليس جو دي زعما من الابتداء من اليوم زيد القدام، كان كسوا النيفو اللي غتوصل ليه السالاري راه كيبقى صالح، واحد النهار يقدر يقلبوا لك يديهم ويقولوا لك اش كدير انت كاع، لا الصالح انت كاع في الدنيا، فهمتي؟ والله ما تكون شي حاجه ديالتك كومبيتونس كو تو ميتريز ديالك فين ما كنتي تقدر ديرها، شحال الطياره مع وليداتك غادي مسافر تي بو تريد ساهل، هذا هو لوبجيكتيف ديالي انا الشخصي، جو بو جينيري لارجون وانا ما لاصقش في داك السيستيم، ما قالش ما خصنيش، لان الخدمه ديالتي كونسون انورميمون، غا هي بوحدها ديك 8 السوايع ديالي اللي حكيتها غا هي غا لاباس عليا. جو تخوف دو طون، راه قال لك الا كنتي كتخدم 8 السوايع في النهار غير لشي واحد اخر ما تغفرتي والو، راه خصك تخدم 8 السوايع لشي واحد اخر باش تجي تخدم 8 السوايع براسك انت، الا كنتي كتخدم واحد اخر 8، فعلاش ما تخدمش انت راسك 8 السوايع اخرين؟ اخويا جي تقرا. انا استفدت واحد الفرصه ديال واحد العام 2018 اللي هي فين بقيت كنقرا شويه، عطاني شويه الوقت، كنت عايش بوحدي وخليت وليداتي في المغرب، وكنت عايش بوحدي في السنغال، دابا راه معايا ديك الفرصه ديال القرايه كطوندي فير زيرو، مي بون اون ايسي كون ميم، ولا بدا تخرج شويه الوقت لراسك الا بغيتي تعلم هاد لو دومين. تجي تقول مباشرة مع السلام عليكم، باغي تحط فلوس، باغي تانفيستي، وباغي تربح، راك دومونديتي بزاف د الحوايج، وما باغيش تعلم، دومونديتي بزاف د الحوايج اللي خلاك بور، ماشي انت غلطتي معايا بزاف يا الحبيب، دومونديتي بزاف د الحوايج، راه خصك تعطي باش تشد، خصك تعطي وقتك، الجهد ديالك، البليزير ديالك في هادشي خصو يكون كان بليزير، انا صافي بليزير هادشي. شي طلعت هذا داك الادرينالين مخير ليا هذا كي تيبوستيني في النهار ديالي، يعني مابقيتش تنتقلق بزاف، نتقلق على راسي هذا الزبله وكنت شايفها انا مازال تنتقلق، لان مازال كندير الزبايط مي ان كوسو مونو تنخرج راسي، زعما الاحساس ديالك وانت كدير هادشي كيكون زوين. هادي كاريبونس
الناس اللي سولني لو روتيني اليومي ديال التريدينغ، ما كاينش شي روتيني اليومي، عندي خدمتي تمشي نخدمها اون باراليل فيما كان شي ضريبه تنطلو، وفي الليل تنتبت المسائل شي شويه في الليل، انا واحد الانسان ليلي واحد الخفاش، دونك كنقدر نتبت المسائل في الليل اللي عندما يسكن الليل وتهدأ الاحجار والصخور يخرج الخفافيش للعمل، هادشي اللي كاين. اي صافي لا ديفيرونس ان مع الخدمه كل مره، وانا نقول لك زعما ما حدي كنزيد تريدي والمستوى ديالي كيزيد يتحسن، ما حدي كنخدم لي غراف وانا كنزيد نتعلم، كتقوى التعلم، كتقوى انك كتزيد تعرف، كتقوى بلا براتيك، ما كنتيش كتعلم، ما كنتيش كتقرا، ما كنتيش كتبراتيكي هادشي، ما تهولش. ما عنديش مع البيسي ما تدخلش البورصه، ما عنديش باش نتريدي هذاك، بغيت نبقى نتريدي بون اباغي داك اللي غدير داك الشيء بكره حال من الاول كتلونسي وكتلوحي وكتمشي وما تبقاش من برا بلاصتك. الا بغيتي الجورناليه وهذا خاصك تدخل، خاصك تحل الكراف، خاصك تعرف فين تدخل وفين تخرج. اللعبه في الدخله ماشي في الخرج، الخرج راه كان عندك فعلا التحكم، الدخله تتحكم فيها صعيب زعما، بون كتحاب لك راسك راه كتحكم ولكن ما تتحكمش فيها باش تطيح البخيل اللي انت باغي تدخل فيه، سي ديفيسيل. باغ كونتخ سي بوكو بلو سامبل انك تخرج في الثمن اللي كنتي باغي تخرج فيه، لانك كتشوفو وصلت ليك تقدر تقول هذا هو الثمن اللي بغيت تخرج به، الو جو سور. هذا ما كان، دونك جيسبيغ كو الفيديو تاعي تعجبكم، تحطكم في الطريق اللي مزيان، اللي باغي يكمل في هذا الشيء سي دو سيريو، ماشي التفليه، ماشي كل اللي يحوس فلوسنا هكا، كاين شي حتى الفلوس هكا، كايناش، مي با لا بوس. اللي سيريو باغي يزيد القدام مرحبا بوليد غاتي بيان سور لا شين فيها با مال دو فيها بزاف د الحوايج بابور دير سولتيني راه ما دخلتش عندك بالجواب بيان سور كنت كتسول بزاف راه غادي ما حيت ما عنديش ذاك الوقت عندي بزاف ناس تيسولوا كل مره كنلوح لواحد شويه باش نحاولوا نجاوبوا على الماكسيموم من الناس اي سي سا سكو جيسي دو فير بغيتي شي حاجه براتيك بغيتي تخدم داكشي راه عندك الانترنت راه موجود ادخل اقرا ادخل اقرا ادخل اقرا ادخل اقرا دابا وليتي تتعلم كلشي تولي جارديني نتاع عمرك هزيتي العدله حياتك تولي احسن من احسن جارديني في الدنيا تهضر يا سلام في دو ترينينغ انا واش اسكو تو ايماجين الناس عندهم دي ديبلوم في الفينونس تيسولوني انا الانجينيور تكنيسيان الكتريسيان الكتريسيتي شنو رايك في هاد لاكسيون ولا واش نبان لك في لي ريزولطا فينونسي ديال لا يمكن راه ان ايماجين ولكن مع التعلم كتقدر تصدق لان واحد اخر الى سي فوكاليزي في واحد لاسبي بقى في واحد لو دومين ما خرجش منه انا خرجت من الدومين ديالي ومشيت للدومين ديالو نقصت الدومينات اخرين دونك تي بو فير شي تكون نجار تكون طباخ تكون ما كدير والو عندك فلوس الوالده باغا تقضي مع الغراض تكون مهندس تكون عسكري تكون موظف الدولة سا سي اون اوبورتونيتي بور تو بوغ كونت كاين شي حاجة اللي ما كتحتاجش ديبلوم ما يحتاجش لك الدبلوم محتاجة يكون عندك واحد عزيمة واحد راس مال في الأول كبير صغير سا ديبون وعزيمة وقدرة أنك قدرة أنك تواصل تبقى 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 في هاد الشيء لأن شوف بورصة سي إلا بغيت نقول لك الخلاصة ديال هاد الشيء الخر تيربح توصل الاخر توصل الاخر اللي تيصبر اخر واحد كيبقى صابر كيربح اليوم ولا غدا ولا بعدو غيجي واحد النهار غتربح انت ديك ديك لافاز ديال التعلم الاولى ديال لي باز ففي يديك انت كونساكريتي بزاف د الوقت غتصغرها كونساكريتي شويه في الوقت غادي غادي توسع شي شويه مزيان تحل الودينات وتصنت الناس شنو تيقولوا مزيان دابا هادشي ولا ساهل مع لي ريزو سوسيو مزيان في اتونسيون ماشي كاع الناس نيتو مزيانه يمكن اللي غادي يبيع ويقول لك شري انت هو اللي تبيع لك وكاين الناس اللي مزيانين وباغيين يعاونوا الناس موجودين موجودين هما اللي كثار اون بلوس فمزيان ولكن انا كنحب انك تكون انت عندك راي شخصي علاش تقدر تصمت لي نقول لك انا بيع ولا شري يكون انت عندك الراي ديالك الشخصي باش يكون عندك الراي ديالك الشخصي عطيه خويا التريدينغ بابي عطيه شويه فورماسيون ويا راه برا ما خدم معايا فهمتيني
يلا تهلاو لي بلايصكم، ساعة سعيدة هذه ونهاركم مبارك إن شاء الله.